مساء الخير. مسيحيون معارضون لنظام أسد يرسلون رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن يدعونه فيها لزيادة العقوبات على نظام أسد الذي ارتكب ويرتكب المجازر بحق الشعب السوري. هذه الرسالة لم تكن سوى رد على رسالة موجهة من منظمة CSI International والتي دعت فيها بايدن لرفع العقوبات عن نظام أسد بحجة أنها تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري وتفاقم وضعه المتردي، مستندة لبيان من الخبيرة الأممية ألينا دوهان فقط ومتناسية عن عمد مئات التقارير من المنظمات الحقوقية والأممية التي تحمل بشار أسد مسؤولية جرائم الحرب بحق الشعب السوري والتي وصلت إلى حد استخدام الأسلحة الكيماوية، دون نسيان طبعاً مئات آلاف المعتقلين في السجون، فيما لم نسمع بمطالبة واحدة للإفراج عنهم من قبل قساوسة بشار. حالياً يسعى بشار بكل الوسائل لإزالة العقوبات عن نظامه، خاصة مع ذهاب ترامب وقدوم بايدن الذي يرى سياسيون أنه ليس سوى عودة لسياسات إدارة أوباما الرخوة تجاه نظام أسد الذي ارتكب مئات المجازر والتي كانت خطوطاً حمراء لدى أوباما، فيما خرقها بشار مراراً وتكراراً دون أن يلقى أي عقاب أو توبيخ. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أهمية مثل هذه الرسائل من قبل نظام أسد والمعارضة للإدارة الأمريكية الجديدة، وهل فعلاً ستؤثر على القرار الأمريكي؟ ولماذا يصدر نفسه بشار لدى الغرب بشكل دائم أنه حامي حمى الأقليات، بينما الكثير من السوريين يعرفون طريقة استخدامهم من قبله، حتى وصل به الحد إلى السماح لدخول داعش لبعض القرى ذات الأغلبية الأقلوية لارتكاب مجازر بحق سكانها، كما يرى الكثير من السوريين المنتمين للأقليات؟ ألا تعرف أمريكا والدول الأوروبية أن الأقليات وعلى رأسهم المسيحيون ليسوا بالنسبة لبشار سوى أدوات للضغط والاستخدام عند الحاجة؟ ولماذا لم يرى المسيحيون الموالون لأسد قبل توجيه رسالتهم التقارير التي وثقت وتوثق جرائم الحرب التي يرتكبها بشارهم؟ وما أهمية رد المسيحيين المعارضين لبشار سواء من الناحية السياسية في أمريكا أو على مستوى السلم الأهلي بين أفراد الشعب؟ وأخيرا نتساءل، أي لوبي هو الأقوى في أمريكا، لوبي أسد أم المعارضة؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. دعا مسيحيون معارضون لنظام أسد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة العقوبات على نظام أسد. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. المسيحية على بيروت والعلوية على التابوت هو الشعار الكاذب الذي ألصقه بشار أسد بالثورة السورية منذ يومها الأول، بعد أن أشرف بنفسه على تحضيره في مطابخ مخابراته كوجبة تغذي الطائفية والشقاق بين الشعب السوري الذي كان غالبيته مجمعا إلى حد ما على ضرورة التغيير ولاحقا إسقاط نظام أسد غير القابل لأي إصلاح. خطة بشار من اليوم الأول للثورة السورية تمكنت من اكتساب العديد من المؤيدين بدافع الخوف الأقلوي فقط، مع استمراره بضخ الشائعات بأن الغالبية السنية سترتكب ما لا يمكن تصوره بحق الأقليات، ومنهم معتنقو الديانة المسيحية التي عمل الكثير من قساوستها وبطاركتها كمشايخ نظام أسد المسلمين على الترويج لبشار وسياساته بحجة أنه الشخص الوحيد القادر على حفظ السلم الأهلي، وكأن سوريا تعيش حالة الحروب الطائفية والأهلية منذ آلاف السنين والتي لم تتوقف سوى بحنكة آل أسد ومخابراتهم. إلا أن العديد من المسيحيين لم تنطلي عليهم ألعاب بشار وقساوسته، حيث انضموا لصفوف الشعب السوري رافضين أي صورة لمحاولة تبييض نظام أسد، وآخر ما عملوا عليه توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبوه فيها بزيادة العقوبات الأمريكية على بشار أسد وأركان نظامه بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها ضد الشعب السوري.
ودعا المسيحيون السوريون والعرب الموقعون على الرسالة بايدن إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في سوريا لوضع حد للأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري المتحكم بهما نظام أسد الذي يستفيد من أموال الداعمين التي تصل لهما، مؤكدين على ضرورة تسريع الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254. هذه الرسالة المسيحية المعارضة لنظام أسد تأتي رداً على رسالة أرسلتها منظمة التضامن المسيحي الدولية CSI International إلى بايدن تدعوه فيها إلى إزالة العقوبات عن نظام أسد، حيث وقع 9 من قادة الكنائس الغربية والشرقية في سوريا. وتذرعت رسالة الموالين لأسد أن العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي في سوريا، خاصة في ظل جائحة كورونا، مستندين لبيان من ألينا دوهان الخبيرة بالأمم المتحدة، ومتناسين أن كل ذلك ليس سوى نتاج لحرب بشار أسد ضد الشعب، وهو الخبير بالاستفادة من توظيف رفع العقوبات لصالح توطيد حكمه وازدياد أعداد القتلى والمهجرين من السوريين. فهل سيعي قساوسة بشار أسد أنهم لا يمارسون بحق الشعب السوري سوى ما فعله يهوذا الإسخريوطي من خيانة تجاه السيد المسيح الذي انتهى به المطاف مصلوبا فداء لأتباعه كما يقول الإنجيل؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيمن عبد النور، وهو مدير موقع كلنا شركاء معنا من كاليفورنيا. ومن باريس تنضم إلينا الدكتورة سميرة أمبيض، وهي عضو لجنة متابعة مؤتمر المسيحيون العرب. مساء الخير وأهلا بكما دكتورة سميرة. دعيني أبدأ معك، كيف تنظري إلى هذه الرسائل التي وجهت إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكيف سيتم النظر إليها والتعامل معها؟ نعم، بداية تحياتي لكم ولمشاهدي قناة أوريان. بالحقيقة يعني كنا نتوقع منذ بداية ما بعد الانتخابات الأمريكية أن يقوم لوبي نظام الأسد بتحركات مثل هذا النوع من أجل محاولة يعني تخفيف العقوبات التي فرضت عليه والتي كانت بشكل رئيسي موجهة إلى أشخاص وأفراد مقربين من دائرة النظام بعد الانتهاكات الإنسانية وبعد الجرائم التي تكشفت عنها في العقد الماضي. وكان توجيه مثل هذه الرسالة وهذا الحراك للوبي نظام الأسد يعني متوقعا بشكل أو بآخر. أما مدى تأثيره فذلك يعتمد فعليا على وجود ردود أفعال موضوعية ومنطقية تقابل بالحجة وبما يحدث على أمر الواقع في سوريا، هذه الادعاءات التي يواجهها مقربون من نظام الأسد. ونحن نعلم يعني أن نظام الأسد قد استولى وهيمن بشكل أو بآخر على جميع المؤسسات الدينية ومنها المؤسسات الكنسية خلال حقبة هيمنته على السلطة، وبالتالي هذه الرسائل أيضا تدخل ضمن هذا الإطار المرسوم أو الدور الذي تم تحضيره لهذه الجهات طيلة القرن نصف القرن الماضي. نعم أيمن، يعني اليوم الرسائل موجهة من قبل مسيحيين معارضين ومسيحيين موالين للإدارة الأمريكية، ألا يعني يظهر حالة من الانقسام وأيضا حالة من الطائفية بالتعاطي مع هذه الرسائل؟ أهلا سيد أحلام وأهلا بالدكتورة سميرة وبالسادة المشاهدين. الحقيقة النظام والمجموعة التي التقت مصالحها، ليس فقط النظام، هناك مجموعات في عدة دول التقت مصالحها بخصوص إرسال مثل تلك الرسالة، لذلك تم توقيتها في اليوم الأول لبدء إدارة الرئيس بايدن، حيث تم تسليمها في جانيوري كانون الثاني يوم 21 بعد أن استلم في يوم 20، وكان تم الإعداد لها قبل شهرين، فاستغرقت معهم شهرين قبل ذلك وانتظروا حتى بدأت ولاية الرئيس بايدن، لذلك لعبوها بطريقة ذكية جدا، وكانت تضم من كبار رجال الدين المسيحي الذين منتشرون ومن عدة مذاهب وفي مختلف المحافظات السورية، أيضا متعاطفين معهم من اليمين الأوروبي والذين يزورون سوريا ويعيشون ويزورون حتى ينامون في بيوت بعض قادة الميليشيات، لذلك الرد عليهم كان يجب أن يكون حذر جدا، فلا يمكن مثلا أن يصدر مجلس إسلامي لمدينة دمشق أو لسوريا
أو دار إفتاء خارج سوريا من المعارضين لنقول رسالة رد، لأنها سوف تأخذ طابع آخر مختلف تماما عن قضية، عن نتحدث عن قضية شعب، عن قضية اقتصاد، عن قضية رفع عقوبات، وليس عن نقاش لاهوتي ديني. لذلك كان الحذر الشديد من أن يكون نفس مستوى، لأنهم هم عبارة عن كبار رجال الدين، رؤساء جامعات، سفراء ووزراء سابقين من وقعوا على الرسالة السابقة. لذلك كان هناك يجب أن يكون أيضا نفس المستوى النظير في الرسالة الجديدة. لذلك نلحظ أنها كانت مثلهم، ليست فقط محصورة في المسيحيين السوريين، بل مسيحيون يسكنون في 6 دول عربية: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق ومصر، وعدد منهم كانوا مسؤولين بمرتبة وزراء في تلك الدول، منهم وزير الخارجية السابق في الأردن مروان المعشر، منهم وزير البريطاني بروكس نومارك، ومنهم أعضاء مجلس نواب في لبنان مثل الأستاذ فارس السعيد، هناك أعضاء مجلس نواب في مصر وفي العراق. لذلك يعني مجموعة أكبر من أن تكون فقط معارضة لنظام الأسد من المسيحيين السوريين، كي تعطي مصداقية للورقة وأنها ذات بعد حقيقي ومنطقي وإنساني، فتلامسه أكثر. أيضا تم أكلت معنا 19 يوم عملية صياغتها مع أشخاص من مذاهب فكرية متعددة، وعدد منهم كان يحمل يعني شهادات أو يحمل مناصب سياسية كبيرة، شارك فيها كثير من السوريين حقيقة. ممكن نذكر الدكتورة سميرة، ميشيل كيلو، الأستاذ جورج صبرة، المحامي الكبير الأستاذ المدافع عن حقوق الإنسان ميشيل شماس، أيضا الأكاديميين المدرسين في الجامعات كالدكتور نجيب عوض في اللاهوت والقانون الدولي دكتور نائل جرجوس، شخصيات كبيرة أيضا حتى ليسوا فقط مسيحيين، توسعت الدكتور سمير التقي، الدكتور نبراس الفاضل. فإذا هناك شخصيات كان لها وزن واحترام بالنسبة لمن يقرأها في أمريكا، يعني حكي تأخذ بعدها الحقيقي. إذا تقديمها باسم مسيحيين معارضين هو فقط لمجاراة لما قدم. نعم، لأنه لا يمكن كان أن يكون مثلا شيوخ أو يعني علماء دين إسلامي هم من يوقعونها لوحدهم، لأخذ الطابع مختلف تماما وأصبحت صراع ديني لاهوتي، وهذا غير لا نرغب أبدا. نحن أقمنا الحجة وبشكل واضح، دعمتها شخصيات مسيحية من عديد من الدول العربية، 6 دول عربية، أيضا تضامن معها شخصيات ذات وزن سياسي وفكري وأدبي رفيع، ومراكز أبحاث مثل الدكتور سمير تقي، الدكتورة دانيا خليل خطيب قليلات، مثل الدكتور نبراس الفاضل، النائب السابق في النواب اللبناني أحمد فتفت، وبالتالي أعطتها مصداقية أكبر مع مطالب محددة، وردت على كل، ضحضت كل الأفكار التي طرحتها الرسالة السابقة. نعم دكتورة سميرة، مجموعة من الدول وأيضا من الشخصيات التقت مصالحها بتقديم رفع العقوبات لإدارة بايدن، ما هي المصالح التي تسعى إليها من خلال هذا الطلب؟ طبعا بشكل رئيسي المصالح التي تسعى إليها بعض الدول التي يعني تدفع نحو هذا التوجه هي مصالح اقتصادية، مصالح متعلقة بعملية إعادة الإعمار، ولكن يجب على جميع الأطراف يعني، ونحن اليوم على أعتاب عقد من بدء الثورة السورية وبعدد كبير جدا من الضحايا، أعتقد أن الجميع يجب أن يذهب لاتجاه الموضوعي، وهو إدراك أنه لا يمكن البدء بعملية إعادة الإعمار أو السير بأي توجهات التنمية الاقتصادية طالما الحال السياسي كما هو عليه اليوم، يعني طالما لم يحدث التغيير السياسي والتغيير الجذري الذي قدم من أجله السوريون عدد كبير جدا من الضحايا، ولكن ليس فقط ضحايا التهجير القسري والدمار، دمار البنى التحتية ودمار المنازل وكل ما يتعلق بالحال الكارثي الذي وصلت إليه سوريا اليوم. إذن عملية إعادة الأعمار وعملية التنمية الاقتصادية هي مطالب ومطامح مشروعة للشعب السوري بداية، وللدول التي لها أو تتقاطع مع مصالح السوريين باستراتيجيات اقتصادية وبالمستقبل المنطقة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الأمور جميعها لا يمكن أن تتم بوجود مجرمين قاموا بجرائم
ضد الإنسانية وبانتهاك لحقوق الإنسان السوري في صدة الحكم في سوريا. إذن ما تطالب به الرسالة وما يطالب به الشعب السوري عموما هو تحقيق عملية الانتقال السياسي من أجل أن يكون فعليا هناك أشخاص مسؤولون وقادرون على السير قدما بعملية التنمية الاقتصادية مستقبلا في سوريا، بعيدا عن عمليات الفساد والتمييز بين المواطنين التي كانت سائدة في طيلة حقبة الأسد. سيد أيمن، يعني ذكرت الدكتورة سميرة ما يعاني منه الشعب السوري وما ينقل حقيقة على شاشات التلفزيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، من قصف، من إجرام، وهو موثق أيضا بالمنظمات الحقوقية التي تابعت هذا الإجرام وقامت بتوثيقه. كيف استطاعت CSI International أن تتجاهل كل هذه التقارير وتقوم بإرسال هذه الرسالة؟ صحيح، السؤال هن يعتمدوا على مطلب واحد في رسالتهم فقط، اللي هو بحجة رفع معاناة الاقتصادية عن الشعب السوري لما يعانيه حقيقة من فقر الآن، و70% منه تحت خط الفقر، و80% عفوا، و70% من العائلات في سوريا تحتاج من أجل إكمال الشهر وحاجاتها الغذائية لمساعدات من أقارب لها يعيشون خارج سوريا يقومون بالتحويل المالي لهم. لذلك الوضع مزري جدا. هي صورت أن هذا الوضع المزري ليس بسبب النظام وممارساته السيئة وشبيحته وسرقة الأموال العامة وسوء تعيينات الأشخاص في المناصب الاقتصادية، إضافة لشبكات الفساد الكبيرة التي هو يرأسها ويديرها، عزت كل ذلك إلى قانون قيصر والعقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة. نحن في رسالتنا قمنا بتفنيد هذا الأمر، أن ما يحصل حاليا هو نتاج ممارسات النظام وليس نتيجة نقص المساعدات الدولية. وهناك تقرير لمنظمة أوكسفام يوضح وبشكل واضح أن المساعدات تكفي فيما لو وصلت إلى مستحقيها، لكن المشكلة الكبيرة فيها هي سوء التوزيع. كان التعبير دبلوماسيا ومؤدبا، لانه لا يستطيع كمنظمه دوليه وتعمل ايضا داخل سوريا في مناطق متعدده ان تقول ان النظام يسرقها. لذلك قالت سوء في التوزيع، بمعنى انه اثناء عمليات التوزيع وبعد ان يستلم النظام تلك المساعدات الانسانيه من بعد المعابر الحدوديه داخل سوريا يقوم بتوزيعها اما على شبيحته او يتم بيعها من اجل استخدامها لمصالحه الشخصيه. قمنا بالطلب انه يجب ان تزيد المعابر من 2 إلى 4 معابر، يجب أن تقوم المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالإشراف ومتابعة كامل خطوط إيصال المساعدات وصولاً إلى مستحقيها داخل مناطق النظام وخارج مناطق النظام، كي لا يقوم بسرقتها المنظمتين اللتين الآن تشرفان على التوزيع. أيضاً طالبنا بموضوع جداً مهم، هو أن تربط المساعدات بأن يرفع النظام الغطاء على أمرين هامين: أولاً يكشف أسماء المغيبين قسريا ويطلق المعتقلين، لذلك وأن يقوم بالسماح للصليب الأحمر الدولي اللي هي المنظمة المعترف فيها دوليا للدخول إلى كافة المعتقلات ومنحهم اللقاح ضد كورونا. ما دام أنتم تطلبون أن المشكلة وأنكم من طلب باب إنساني وأنكم تخافون أن يقوم الشعب السوري بالإصابة والمعتقلين بوباء كورونا، إذن اسمحوا للمنظمات الدولية أن تدخل المعتقلات وخاصة المعتقلات الغير نظامية التي هي معتقلات المخابرات وتقوم بتلقيحهم. نعم دكتورة سميرة، هذه يعني الموجة من الدعوات لرفع العقوبات عن نظام أسد بحجة الوضع الإنساني وبحجة ما يعاني منه الشعب السوري، والتي تتجاهل المتسبب الرئيسي بهذه المعاناة، كيف يجب أن تواجه؟ طبعا هذه المحاولات ليست حديثة، وإن يعني اليوم نرى زيادة في هذا الضغط، يعني بحكم هناك تغييرات في الإدارة الأمريكية وهناك محاولات ضغط على الإدارة الأمريكية جديدة بهذا السياق، لكن مواجهتها كانت ولا زالت بإظهار الحقائق، بإظهار الواقع، بإظهار أن هذه المعاناة على السوريين ليست حديثة أبدا، وإنما هي بدأت منذ استلام نظام الأسد الحكم في سوريا، وسوء إدارة الموارد بداية ونهب الموارد والفساد المستشري وتدهور مؤسسات الدولة وكل ما هنالك هي التي أدت بشكل دائم لمعاناة السوريين. يعني هذه الضائقة بالمعيشة وبالخبز أو بالغاز ليست المرة
المرة الأولى التي يعاني السوريون من هذه الأمور، إنما اليوم ما يحاول النظام يعني إظهاره هو وضع الأخطاء أو تحميل الأخطاء على جهة أخرى، بينما بالأساس وبالعودة إلى التاريخ منذ بداية حكم الأسد في سوريا، يمكننا أن نفند بطريقة موضوعية وواقعية كيفية إدارة الموارد في البلاد والتراجع الاقتصادي الذي أصاب السوريين. نعم. ثم في خلال السنوات العشر الماضية أيضا الإضاءة على كافة أنواع السرقات التي جرت نحو المساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في حال وصول أي من الموارد الاقتصادية لسوريا فإنها تستهلك بشكل مباشر من أجل التسليح والميليشيات وزيادة المعاناة، ولا يذهب أي جزء منها لتنمية ولتحسين ظروف معيشة السوريين. كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة ليس فقط للمجتمع الدولي ولكن أيضا للسوريين الذين هم اليوم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والذين يعانون، واليوم نحن لسنا في أوضاع لنقل اعتيادية، هناك أوضاع استثنائية في جميع أنحاء العالم ومرتبطة بالجائحة الوبائية كورونا، والتي تتطلب أيضا اتخاذ إجراءات سريعة لم يقم بها النظام ولم يلتفت ولا بأي شكل من الأشكال للحالة الصحية التي يعاني منها السوريون، والتي ربما قد تكون يعني تتطلب أيضا جهود أكبر في المستقبل، والنظام ليس قادرا على الاستجابة لها. إذا كل هذه الأمور هي أمور تنطلق من حقائق ومن وقائع موثقة، ولا يمكن للنظام التلاعب بها أو تجاوزها. سيد أيمن، يعني إلى هذه الساعة على ما يبدو بأنه لا يوجد اتجاه واضح للإدارة الأمريكية الجديدة في البيت الأبيض للتعامل مع الملف السوري أو مع ما يجري، لا يوجد هنالك تصريحات ينتظرها الكثير من السوريين، برأيك كيف سيتم التعامل مع هذه الرسائل المرسلة من قبل الطرفين للإدارة؟ يعني حتى نكون واضحين على جوابك هيك كثير يعني بشكل واضح، لا يوجد حتى اليوم أي استراتيجية معتمدة لدى إدارة الرئيس بايدن، هذا الكلام الدقيق. لكن هذا لا يعني أن هنا لا يوجد هناك أفكار مطروحة في التداول، هناك فارق، لأنه عندما تكون هناك استراتيجية فإن المسؤولين التنفيذيين في المناصب المختلفة في وزارة الخارجية ووكالة الدولية للتنمية USAID يبدأون بتنفيذها. عندما تكون الأفكار محط تداول فإن أولئك المسؤولون التنفيذيون يكونون بالانتظار ولا يفعلون أي شيء، وهذه هي حالتنا الآن. نحن حقيقة، خليني بس هلا أتذكر كمان في الدكتور وائل عجي والسيدة ماري تيريز كرياكي كمان نشكرهم على توقيعهم الرسالة، نحن بالرسالة وصلنا إلى اقتراح الختام الذي يلخص كل شيء، كل هذا العمل والمساعدات وكل هذا الحرص منكم على صحة الشعب السوري وعلى وضعه الاقتصادي وعلى وضع قيام بتلقيحه من وباء كورونا، يمكن أن ينجز وبسهولة وأن تنتهوا منه فيما لو قمتم بتسريع الحل السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي. هذه الهيئة إذا ما وفرت فقط السرقات فإن كل المساعدات التي الآن ترصد للشعب السوري تكون كافية، ولا داعي لكل هذه الضجة ولمزيد من المساعدات الإنسانية والدخول وإرسال وإدارة العملية الصحية في سوريا. الشعب السوري قادر أن يعملها، ويمكن أن يوزع بشكل جدا ممتاز بعيدا عن السرقات وشبكات الفساد التي يديرها الآن النظام كل ما يصل إليه من منظمات الأمم المتحدة، وهي وفق التقرير أوكسفام كافي. لذلك كان هذه هي خاتمة الرسالة، سرعوا في الحل السياسي وفي تشكيل هيئة الحكم الانتقالي. فهذا ما رأيناه وببساطة يلخص كل شيء. نحن الآن بانتظار أن يخرجوا الإدارة الأمريكية، حتى الآن وزارة الخارجية يبدو دورها نعود إلى كما كانت الأيام إدارة الرئيس أوباما، حيث ستكون هي التي تنفذ وتلحق السياسة التي يتبناها مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الذي يرأسه الآن السيد بريت ماكغور، هو من سيضع حتى الآن، لأنه لم يتم تعيين مبعوث خاص لا للخارجية ولا مبعوث خاص للولايات المتحدة كما حالة السفير جيفري ونائب معاون نائب الوزير جويل ريبون. لذلك نحن بالانتظار، لكن التباشير ليست مشجعة، لأن الاهتمام الآن الأولوية الأولى للملف السياسي تجاه إيران وللملف الإنساني تجاه اليمن.
التي نعم تم رفع الآن الحوثيين من قائمة العقوبات، ويتم تخصيص مبالغ كبيرة من أجل إرسال مساعدات غذائية يعني، وصحية وهذا ما كذا. ينتظر السوريين إلى هذه اللحظة. لم تقم الإدارة الأمريكية بتحديد الطريقة أو حتى بأي تصريحات بما يتعلق بالتعامل بالملف السوري. دكتورة سميرة، يعني هذه الرسائل التي وصلت إلى إدارة بايدن تأتي من مسيحيين معارضين وأيضا مسيحيين موالين، وهذا ما قام بشار الأسد دائما وأبدا باللعب عليه، الوتر الأقليات، وتر الطائفي. ما هي الخدمات التي تقدمها له الأقليات، وكيف يقوم بشار باستغلال هذه الأقليات لديه؟ طبعا نظام الأسد كما تفضلت يعني لطالما استخدم السبل الطائفية والفتنة من أجل زرع التفرقة بين السوريين، وبالتالي استمراريته في الحكم بادعاء حماية الأقليات أو إلى ما هنالك. طبعا يعني لم يعد خافيا على أحد، ويعني من المستغرب أن يكون هناك لغاية اليوم من يعتقد بصدق هذه الادعاءات، وإنما هي عبارة عن أداة تستخدم فيها المكونات السورية على اختلافها، مكونات قومية ومكونات مذهبية، من أجل يعني استمرارية حالة الصراع البيني بين السوريين واستمرارية الأسد في الحكم. لكن رغم ذلك، وبحكم أنه كانت هناك هذه الحالة من الهيمنة على المؤسسات الدينية، لا زال هناك من يعني لنقل يحابي هذه الادعاءات عبر إرسال مثل هذه الرسائل، وعبر دعم مثل هذه الأصوات أو مثل هذه الادعاءات على الصعيد الدولي. لكن على الصعيد السوري بات واضحا لدى الجميع، وأيضا بالوثائق، يعني ليس نحن كمنظمات من نقول أو كأفراد، وإنما أثبتت الوقائع، وهذا ما يجب إظهاره للسوريين الذين لا زالوا يعني ينجرون في مثل هذه التوجهات غير الصحيحة وغير السليمة على مستوى بناء سوريا وعلى مستوى إعادة بناء الروابط الإنسانية بين السوريين. يجب إظهار هذه الحقائق، وهذا ما فعلناه في رسالتنا الحالية، وما كنا نفعله منذ عدة سنوات، وما سنستمر بالعمل عليه مستقبلا كلما ادعت الحاجة إلى ضرورة إبراز الحقائق وضرورة كشف هذه الادعاءات على ما دمرته في ضمن المجتمع السوري، وما دمرته من إمكانية البناء المشترك ومستقبل بناء مستقبل لجميع السوريين. نعم أستاذ أيمن، اليوم يعني خلال هذه الفترة إلى أن تظهر الاستراتيجية الأمريكية بالتعامل مع الملف السوري، برأيك ما هي الطريقة الأمثل التي يجب على السوريين أن يقدموها للمسؤولين في هذه الإدارة، إدارة جو بايدن، لتوضيح مطالب سوريين طبعا ممن هم ضد بشار الأسد المعارضين، لأنه على ما يبدو يعني مؤيديه ومواليه بدأوا بالتحرك كما ذكرت حضرتك في بداية الحديث؟ صحيح تماما، يعني يجب حتى روسيا انتبهت لهذا الأمر وقالت أنه بدأ هناك تشدد في مواقف النظام السوري بسبب أن بعض المقربين منهم، هذا نقلا عم بحكي عن مستشارين في وزارة الخارجية الروسية، عم بيقولوا انه مقربين من النظام السوري بدأ يشعروا ان علاقتهم افضل مع الاداره الجديده، وانه يمكن ان يفتحوا خطوط معها، وبالتالي يقوموا بالتشدد مع الموقف الروسي ويبيعون روسيا للولايات المتحده مقابل اخراج روسيا من الشرق الاوسط، يحصلون على مكاسب واعتراف من امريكا واسرائيل ودورهم في المنطقه. حتى روسيا بدأت يعني تشعر ان هناك امرا ما بين النظام وجماعة من المسؤولين قريبين منه موجودين الآن في مواقع السلطة في واشنطن. لذلك إلى أي درجة مقلق، يعني مقلقة هذه المعلومات بالنسبة لك يا سيد أيمن؟ والله تحتاج إلى مضاعفة الجهود، وخاصة الفرع الآن اللي منظمة سوريين ومسيحيون من أجل السلام في الولايات المتحدة، لمضاعفة الجهود، زيارات أكثر للكونغرس ومجلس الشيوخ ووزارة الخارجية، وخاصة مع التركيز على البيت الأبيض لأنه هو الآن الذي سوف يرسم السياسة، إضافة للسيدة دانا سترول في البنتاغون اللي هي المسؤولة عن رسم السياسة للجيش الأمريكي في سوريا، وبالتالي هو الفاعل على الأرض الآن خاصة في منطقة شمال شرق سوريا. لذلك يجب أن نكون قريبين منهم، نقدم الكل الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض لهذا الشعب المكلوم،
كيف يقوم النظام بسرقة كل الموارد وإيصال الشعب إلى العيش على طوابير طويلة من أجل ألا يتكلم بأي شيء سوى عبارة عن يؤمن حاجياته الغذائية، رغم أن ذلك كله مصطنع ومفتعل بسبب سرقته لكل الموارد الطبيعية للشعب السوري وشبكات الفساد التي يديرها. الآن في الولايات المتحدة المنظمة وضع يعني ستضع خطة وتستمر فيما كانت عليه في العام السابق، لكن ستزور المسؤولين الجدد لأن المسؤولين كلهم تغيروا، إضافة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أيضا تغير، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أيضا تغير لأنه صار عندنا كونغرس جديد، وبالتالي كل هذه الشخصيات بحاجة الآن إلى اطلاع على حقيقة الأمر الواقع. يعني يجب تكثيف الجهود للتعاطي والتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة. صحيح. صحيح. دكتورة سميرة، عند هذه النقطة سأعود إليك سيد أيمن، ولكن عند هذه النقطة تحديدا، اليوم إدارة أمريكية جديدة، الاتحاد الأوروبي يعني يتعامل بململة مع الملف السوري، توجه أصابع الاتهام بشكل مباشر للأمم المتحدة وتعاطيها مع ميليشيا أسد، وهنالك حالة يعني من استرضاء هذا النظام من قبل الأمم المتحدة على أكثر من صعيد، وطبعا هذا الاسترضاء يأتي برعاية روسية على الصعيد الحقوقي والإنساني. هل يمكن الوقوف بوجه ما يجري من هذه من محاولات لتعويمه؟ نعم، بالتأكيد أن يعني إطالة عمر الملف السوري من خلال مفاوضات جنيف ومن ثم اللجنة الدستورية، وبعد عام وأكثر أيضا من عمل اللجنة الدستورية، يتبين أنه لم يكن هناك أي منجز، وكل ذلك كان على حساب معاناة الشعب السوري ومحاولات النظام لإطالة عمر هذه الملفات من أجل الوصول للعملية الانتخابية دون أي تغييرات بما يخالف القرارات الدولية. كل ذلك كان مصدر يعني لنقل التصريحات التي أبدت استياء من إدارة الملف بشكل أو بآخر خلال الفترة السابقة، ومن أجل الوصول إلى حلول عملية على أرض الواقع. كل هذه الأمور يعني تدعو اليوم، وقد تابعنا جميعنا تصريحات المبعوث الدولي الأخيرة، تدعو لإيجاد آليات عمل فاعلة، فالسوريين يعني في جميع المناطق حقيقة، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، يعيشون بحالة من الفقر والمعاناة، ولا يمكن حتى المساعدات والكميات الكبيرة المساعدات تصل من الدول أو حتى من الأمم المتحدة، لا يتم الاستفادة منها أو وصولها للمكان المناسب. كل هذه الأمور توحي بأن هناك يعني إضاعة بالجهود، ولكن أيضا بالوقت، والوقت بالنسبة للسوريين هو وقت يعني معاناة ووقت دمار ووقت تهجير قسري، وكل هذه الأمور التي يعني اليوم نحن على أعتاب عقد من الزمن طالت كثيرا على كافة الشرائح وأطياف الشعب السوري. إذا هناك دعوات لأن يكون هناك تقويم لهذا المسار، وحتى يعني بعض الضغوطات التي نجد مؤشرات عليها بأن يكون هناك فعليا مسار يفضي لتحقيق عملية الانتقال السياسي كما نصت عليها القرارات الدولية، وبعيدا عن عمليات يعني. ولكن إلى أن يعني تلبى بعض هذه الدعوات، ما زال السوريين يعني يقفوا بالطوابير، وما زال نظام أسد يرتكب الجرائم بحق السوريين. سألنا بما يخص هذه الرسائل المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي عن من يدعم اللوبي السوري المسيحي الناشط في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 83% ترى أنه من يقوم بالدعم هو نظام بشار أسد، وبنسبة 17% بتشوف أنه قوى الثورة ضد أسد. سيد أيمن، اليوم يعني هنالك بحاجة حقيقية كما ذكرت حضرتك لتكثيف الجهود والتعاطي مع إدارة بايدن بشكل أكثر جدية لتوضيح مطالب الشعب السوري. إلى أي درجة المعارضين لميليشيا أسد المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية قادرين على إيصال الصوت؟ حقيقة يجب الاعتراف، ومن المناسب أن يتحدث يعني باسم المنظمات السورية كوننا نحن منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام، عضو في الإدارات للمنظمات الكبرى التي تنسق بشكل أسبوعي فيما بين بعضها، ومن أجل توحيد الخطاب بشكل إذا قامت الإدارة الأمريكية بالاتصال بمجموعة من السوريين تسمع نفس الكلام، وإذا ذهب وفد
من المنظمات السورية المختلفة في زيارات إلى مسؤولين رسميين، فإن الخطاب يكون متراكما، بمعنى أن ليس كل خطاب يتناقض مع من سبقه. لذلك حقيقة هناك يجب أن يعني نحترم جدا ونشكر كل العاملين في جميع المنظمات السورية في الولايات المتحدة على هذه الجهود الكبيرة، التنسيق، الخطاب الموحد، أهدافنا واضحة. وبالتالي ورغم كل ما يمكن أن ينتج من المجتمع السوري الذي عاهدناه من هذه الطبيعة، يعني من طبيعة العيش نتيجة غياب 50 سنة من حياة سياسية يتعلم فيها الإنسان الفن المناكفات السياسية وأن الخلاف لا يفسد لود قضية، لكن في الولايات المتحدة هذا الأمر مطبق، الجميع يدرك ما هو الهدف الرئيسي والتركيز عليه، واستطعنا تحقيق إنجازات كبيرة حقيقة في فترة صغيرة، وخاصة أن هذا العمل السياسي لم يبدأ إلا بعد عام 2014 تقريبا، لأن قبل ذلك كان كله عمل خيري ومساعدات عن طريق الزكاة وعن طريق المساجد. وبالتالي حتى يعني بعض أنت ترى أنه اللوبي المعارض لنظام أسد في الولايات المتحدة الأمريكية هو قادر على تحقيق إنجازات بما يخص السوريين؟ صحيح، وقد أثبتنا ذلك حقيقة من خلال إقرار قانون قيصر، أيضا الآن من خلال التحضيرات لقانون جديد يتوافق مع الإدارة الديمقراطية وأيضا مع من طرحه من المحافظين في الحزب الجمهوري، لأننا نريد أن نخرج سوريا من قضية التجاذبات الداخلية والسياسة الداخلية بين الحزب الجمهوري والديمقراطي. نحن قضيتنا عادلة ويجب أن يتم دعمها من قبل الحزبين، هذا ما أفهمناه للجميع ويعمل عليه كل السوريين. أنا أحب أطمن اللوبي السوري في أمريكا الثوري الذي هو مع الثورة والشعبنا السوري المضطهد المكلوم قوي وأقوى بكثير من لوبي النظام. الآن هناك حقيقة يجب أن نكثف الجهود لأن الأمر اختلف قليلا بعد بوجود بعض الشخصيات التي أتت مع الإدارة الرئيس بايدن، لذلك سيكون هناك اجتماع من أجل التنسيق بين كل المنظمات السورية من أجل إيصال صوتنا بشكل أقوى. نعم، شكرا جزيلا لك أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء، كنت معنا من كاليفورنيا. أشكر أيضا الدكتورة سميرة مبيض عضو لجنة متابعة مؤتمر المسيحيون العرب، كنت معنا من باريس. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.